بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم في هذا اللقاء. بتمنى من حضراتكم اللي مش مشترك في القناة يشترك فيها ويعمل مشاركة للفيديو. وشكرا جزيلا على المشاهدة ونكمل مع بعض. في سؤال بيسأل بيقول انه بيعمل تمرينات الركبة بيحس برعشة في القدمين ويستمر في التمرين، هل من ضرر؟ لا استمر، لان الرعشة دي معناها ان العضلات ضعيفة، فحضرتك تستمر في التمرين عشان كل ما تستمر كل ما العضلات تقوى وكل ما تقدر تعملها اكتر. سؤال تاني بيقول ان هو كان عنده كسر في منطقة الكعبرة في العضد وادي صارت مقوسة من عند منطقة الكوع، يعمل ايه التمارين دي؟ مش محتاجة تمارين، لما يكون في مقوسة وبعد كسر بيحتاج غالبا يحتاج عملية تعديل وتقويم وتتعدل وتقاوم، وممكن تحتاج شرايح ومسامير وممكن تبقى كويسة. طيب احمد عبد الغني بيقول كان عندي كسر في الكوع وعملت اسلاك معدنيه وبعدين علاج طبيعي ودراعي بقى كويس الحمد لله بنسبه 95% الحمد لله، وبقى لي سنتين ولسه ما شدتش الاسلاك لان خايف. هل نزع الاسلاك يحتاج لعمليه؟ غالبا طالما ان هي موجوده في الدراع بقى لي سنتين يبقى غالبا جوه بيحتاج ايه؟ غالبا بيحتاج عمليه وتخدير، الموضوع ما يخوفش ان شاء الله. في سؤال جاي انجليش يعني عادل خان بيقول سير ليتل ديسبليسمنت ان تيبيا از اكسبتبل فور كونزرفاتيف تريتمنت، يعني بيقول لو في تزحزح بسيط في عظمه الساق هل يبقى ممكن يكون مقبول في علاج عظمه الساق؟ فانا رديت عليه بالانجليش يعني او بالانجليزي ان ده فعلا ممكن يبقى اكسبتد سبيشالي لو كان، خصوصا لو كان في الاطفال، يعني كل الاطفال بيبقى يعني مسموح بان هو يكون فيه يعني الفقر العظم مش راجع مكانه قوي زي ما يكون ضروري في الكبار. محمود حسن بيقول عنده كسر في عظمه الزورقيه ومحتاج عمليه، فعلا عظمه الزورقيه ما فيه كسر وكسر قديم غير ملتئم بيحتاج عمليه تثبيت وممكن تري عظمه، وان شاء الله يعني هو طبعا من الكسور اللي بتبقى متعبه شويه في التعامل معاها، لكن ان شاء الله خير ان شاء الله. في سؤال بيقول ايه مده التئام عظمه اللي جنب الساق من امتى لكام؟ عظمه اللي هي شظيه عظمه الصغيره بيتكلم في حوالي 3 شهور في مروان بيسال على استبدال مفاصل العمليه بيتكلف كام؟ والله دي بتختلف حسب الحاله وحسب المفاصل انواعها بتختلف والحاله بتختلف وحاله العظم نفسها وضعها ايه والكلام ده كل حاجه او عامل كتير قوي. فحضرتك شرفنا ونشوف الحاله ونشوف هل فعلا محتاجه مفصل ونوعيه المفصل لان بتختلف كتير جدا 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 وما تقلقش بالنسبه للتكلفه ان شاء الله. طيب بيقول ايه اذا التحم الساق مع الكاحل خطا كيف يتم علاجه من جهه الغضروف؟ بيحتاج عمليه تقويم، يعني لو التحم غلط بنقومه وبنعدله ان شاء الله باذن الله. بيقول لك بيقول ايه في اي وقت المفروض يكون واصل لعظمه راس الفخذ وامتى نلجا للايه للمفصل الصناعي؟ يعني علاج يقول ان ازاي نعرف ان في تاكل في مفصل الفخذ؟ على فكره انا ايه انا يعني وامتى نلجا للمفصل الصناعي؟ يبقى اذا هنا لو في الام بيبان في اشعاعات الرنين، امتى نلجا للمفصل الصناعي؟ في الحالات اللي هي متاخره جدا اللي هي متقدمه جدا واللي المريض مش مستحمل مش قادر ان هو يمارس حياته بالوضع الطبيعي على حالته، يبقى الحاله ديت يحتاج ان هو يعمل مفصل صناعي. طيب بيقول ايه انه عامل عمليه العضل الخلفي، هل ممكن ارجع زي الاول العب حديد؟ ان شاء الله ما تبقى الامور كويسه والدنيا كويسه. طيب ولما يصاب الغضروف ممكن يغير طريقه المشي وممكن ان نرى اعوجاج في الساق؟ ايوه فعلا لو في اصابه في الغضروف ممكن يعمل اعوجاج في الساق لان بيبقى الايه مفصل التحميل عليه مش مظبوط. ولمدة التئام العظمة اللي هي اللي جنب الساق بتكلف حوالي 3 شهور تقريبا. طيب في بتقول انا عندي اخ لديه قصر فترة على الركوب واحتمال يكون مقطوع ومشط القدم نازل،
فده بيه ممكن يتعمل عمليه وان شاء الله باذن الله يتحسن ان شاء الله باذن الله. طيب ممكن ينفع عمليه في اليد اليسرى نتيجه شلل دماغي ودايما اليد مقفوله ومنحنى للخلف؟ منحنى للخلف ممكن ينفع، يحتاج عمليه ينفع يعمل عمليه. فحضرتك بتستمر في التمرين يبقى يكون افضل على اساس ان هو بيقوي العضلات ان شاء الله. بوصي حضراتكم يا جماعه ان لو في حد عنده اي مشكله خصوصا في العظام، يعني الحقيقه التوقيت بيفرق، فكل ما انت اهتميت وكل ما انت عرفت تشخيص الحاله بتاعتك وعرفت تعمل ايه يبقى يكون افضل، ومعالجه الحاجه بدري يكون حلول اسهل. يعني مثلا خشونه الركبه لما نعالجها في مرحله مبكره بيكون علاجها بسيط وعلاج دوائي وممكن يكون حقن وهكذا. لما الامور بتزيد وبتبقى يعني مهمل لفتره طويله ممكن هو يعمل مشاكل اكتر وممكن يحتاج مفصل صناعي، العمليه بتتعقد. الكسر برضه، الكسر لما يتابع كويس ويتعالج ولسه بدري قبل ما يحصل اي مشكله، يحصل نوع عاده التئام في وضع خطا، بيبقى الامور بتتعقد. كل حاجه بنلحقها بدري كل ما كان افضل. كذلك اللي يعمل عمليه المفروض يتابع الطبيب المعالج بشكل كويس وبشكل جيد، لان المتابعه مهمه جدا بحيث ان ممكن الدكتور يكتشف لو في اي مشكله ويقدر يتدخل فيها ويحلها. لكن العمليه وخلاص لا، متابعه العمليه من اهميه مكان، مهمه جدا جدا، يمكن زي العمليه بالظبط. ليه؟ لان ممكن اي مشكله ممكن تجنبها بالمتابعه الجيده، ولو هي مشكله ممكن محاصرتها، لكن لما تترك ممكن تبقى المشكله تتفاقم ويبقى حصارها صعب ويبقى مضاعفاتها اصعب ويبقى علاجها اصعب بكتير. فيا جماعه المتابعه مهمه جدا، التوقيت مهم جدا، العنايه بالوزن والوزن والرجيم وانقاص الوزن مهم جدا جدا بالنسبه للعظام، قوه العظام، الحركه يعني الوزن طبعا بيتعب بالنسبه للمفاصل وهكذا، ويعمل خشونه مبكره يبوظ المفاصل. فلابد ان احنا نهتم بالوزن، الصحه الجيده، العضلات، التمارين، لازم نعمل رياضه ولازم نعمل تمارين بصفه مستمره وصفه دوريه عشان عضلاتنا تبقى كويسه. نهتم بالكالسيوم، نهتم بفيتامين د، اشعه الشمس مهمه جدا ومفيده جدا بالنسبه للعظام، لان في فيتامينات موجوده في تحت الجلد ممكن تحول يعني ماده تحت الجلد بتحول لفيتامين د بمجرد بس التعرض للشمس. الغذاء، التغذيه المتوازنه، النوم، التمارين، الرياضه، الوزن، العنايه بالحاجات دي كلها ممكن انها تساعدنا ان شاء الله وان احنا يعني نعيش بصحه باذن الله جيده، ونقدر ان احنا نقوم بوظائفنا ونقوم بالمهام بتاعتنا، وممكن احنا يعني نقدر ان احنا نتعبد حتى لربنا سبحانه وتعالى. يعني فعلا الجسم ده يعتبر هو المشين او المكنه اللي ربنا اداها لنا علشان ان احنا نقوم بها بالوظائف اللي هو طلبها مننا، وربنا سبحانه وتعالى طلب مننا ان احنا نكون اني جاعل في الارض خليفه. يبقى احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان عشان يبقى خليفه في الارض، يبقى يقوم بالوظائف اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبها منه واللي هو مكنه فيها. فوسيلتك عشان تقوم بالوظيفه ديت هو جسمك، فحافظ على جسمك علشان يقدر ان هو يكمل معاك. وبعدين يعني ما حدش يقدر يعمل الوظيفه دي الا انت، فلابد تهتم بكده، نهتم بعظام اولادنا ونهتم باللي حوالينا. وانا بشكر حضراتكم واشوفكم دايما بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. اللي موجود بيبقى موجود في الركبه، وتحت الركبه في عظمه بارزه اسمه عضو الاشاره، ده بيحتاج عمليه جراحيه، خصوصا لو كان بيقول لي بيعاني من نفس المشكله لمده 33 سنه. يبقى معنى كده ان هو طبعا لما بيكون في السن الصغير، يعني ممكن يجي مثلا في الاطفال اللي عندهم 12 سنه، ممكن قبل سن 17 يبقى عنده فرصه ان هو يلتئم ويروح، لو اكتر من كده يبقى غالبا محتاج عمليه.
في علي بيقول ايه، بيقول انه عامل عمليه ضيق قناه عصبيه ومش مرتاح، ممكن ينفع حقن، ينفع حقن اه ممكن ينفع حقن فقرات اسمها ايبيديورال انجكشن، وده يبقى ايه، يبقى ده من ضمن الحاجات المهمه جدا. يعني في علاج الحقن بيكون مناسب للحاجات دي. بوصي حضراتكم يا جماعه ان لو في حد عنده اي مشكله خصوصا في العظام، يعني الحقيقه التوقيت بيفرق، فكل ما انت اهتميت وكل ما انت عرفت تشخيص الحاله بتاعتك وعرفت تعمل ايه يبقى يكون افضل، ومعالجه الحاجه بدري يكون حلول اسهل. يعني مثلا خشونه الركبه لما نعالجها في مرحله مبكره بيكون علاجها بسيط وعلاج دوائي وممكن يكون حقن وهكذا. لما الامور بتزيد وبتبقى يعني مهمل لفتره طويله ممكن هو يعمل مشاكل اكتر، وممكن يحتاج مفصل صناعي، العمليه بتتعقد. الكسر برضو، الكسر لما يتابع كويس ويتعالج وليس بدري قبل ما يحصل اي مشكله، يحصل نوع التئام في وضع خطا، بيبقى الامور بتتعقد. كل حاجه بنلحقها بدري كل ما كان افضل. كذلك اللي يعمل عمليه المفروض يتابع الطبيب المعالج بشكل كويس وبشكل جيد، لان المتابعه مهمه جدا، بحيث ان ممكن الدكتور يكتشف لو في اي مشكله ويقدر يتدخل فيها ويحلها. لكن العمليه وخلاص لا، متابعه العمليه من اهميه بمكان، مهمه جدا جدا، يمكن زي العمليه بالظبط. ليه؟ لان ممكن اي مشكله ممكن تجنبها بالمتابعه الجيده، ولو هي مشكله ممكن محاصرتها، لكن لما تترك ممكن تبقى المشكله تتفاقم ويبقى حصارها صعب ويبقى مضاعفاتها اصعب ويبقى علاجها اصعب بكتير. فيا جماعه المتابعه مهمه جدا، التوقيت مهم جدا، العنايه بالوزن والوزن والرجيم وانقاص الوزن مهم جدا جدا بالنسبه للعظام، قوه العظام، الحركه يعني الوزن طبعا بيتعب بالنسبه للمفاصل وهكذا، ويعمل خشونه مبكره بوظ المفاصل. فلابد ان احنا نهتم بالوزن، الصحه الجيده، العضلات، التمارين، لازم نعمل رياضه ولازم نعمل تمارين بصفه مستمره وصفه دوريه عشان عضلاتنا تبقى كويسه. نهتم بالكالسيوم، نهتم بفيتامين د، اشعه الشمس مهمه جدا ومفيده جدا بالنسبه للعظام، لان في فيتامينات موجوده في تحت الجلد ممكن تحول يعني ماده تحت الجلد بتحول لفيتامين د لمجرد بس التعرض للشمس. الغذاء، التغذيه المتوازنه، النوم، التمارين، الرياضه، الوزن، العنايه بالحاجات دي كلها ممكن انها تساعدنا ان شاء الله وان احنا يعني نعيش بصحه باذن الله جيده، ونقدر ان احنا نقوم بوظائفنا ونقوم بالمهام بتاعتنا، وممكن احنا يعني نقدر ان احنا نتعبد حتى لربنا سبحانه وتعالى. يعني فعلا الجسم ده يعتبر هو المشين او المكنه اللي ربنا اداها لنا علشان ان احنا نقوم بها بالوظائف اللي هو طلبها مننا، وربنا سبحانه وتعالى طلب مننا ان احنا نكون اني جاعل في الارض خليفه. يبقى احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان عشان يبقى خليفه في الارض، يبقى يقوم بالوظائف اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبها منه واللي هو مكنه فيها. فوسيلتك عشان تقوم بالوظيفة دي هو جسمك، فحافظ على جسمك علشان يقدر ان هو يكمل معاك. وبعدين يعني محدش يقدر يعمل الوظيفة دي الا انت، فلابد تهتم بكده، نهتم بعظام اولادنا ونهتم باللي حوالينا. وأنا بشكر حضراتكم وأشوفكم دايما بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم على مشاهدة الفيديو، وياريت نشترك في القناة ونعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لآخرين، ونضغط لايك وسبسكرايب وعلى زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد من القناة. ونلقاكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.